كلية من الكليات الجميلة اللي هي متخصصة للبنات بس عندنا في الجزيرة. موقعنا في شارع البرج قدام برج القاهرة. كليتنا من الكليات اللي ليها اختبارات في القبول والقدرات بعد امتحانات الثانوية العامة مباشرة. بيبقى في اختبارات للقبول، بنرحب طبعا بكل المستويات سواء الممارسين وغير الممارسات وغير الممارسات للرياضة. طبعا البنات الممارسات للرياضة بيكون ليهم الأولوية في الدخول، لأن طبعا بيبقوا اتعودوا على المجهود البدني اللي بيبقى عليهم، لأن الكلية طبعا من الكليات اللي فيها مجهود بدني عالي، فلازم البنت تكون كواليفايد لأن هي تمارس جميع أنواع الأنشطة الرياضية في مرحلة أولى وتانية وتالتة، وعندنا رابعة بتبقى تخصص، التخصص الدقيق للبنت اللي هي حابة تخشه. انا هتكلم عن ده الكليه بشكل عام. بالنسبه لقسمي، قسم تدريب التمرينات الايقاعيه والجمباز الفني، ده من احدى الاقسام العمليه في الكليه. احنا عندنا 10 اقسام، 6 اقسام عمليه بتخرج وبتمنح مدرب رياضي كلهم في تخصصه، وعندنا 4 اقسام نظريه في القسم. هي اقسام بتعتبر ريليتد لشغلنا جدا جدا، والمنظومه ما بتكتملش او الخريج بيكتمل غير بدراسته لمواد داخل هذه الاقسام بجانب الاقسام الـ6 تدريب. انا القسم بتاعي هتكلم عنه، هو فيه شعبتين، شعبه التمرينات الايقاعيه وشعبه الجمباز الفني. واحنا طبعا لينا بيظلنا الاتحاد، اتحاد الجمباز الجمباز بشعبه كلها. التخصصات الدقيقه عندنا المفتوحه تمرينات ايقاعيه وتدريب فني. احنا بصدد تغيير اللائحه دلوقتي، ان شاء الله هيشملنا تخصصات جديده نابعه من احتياج سوق العمل. سوق العمل فعلا لما عملنا له مسح واستطلاع رأي لقينا فعلا التخصصات دي هتفيد، واحنا بصدد تغيير اللائحة لنشمل هذه التخصصات. ان شاء الله البنت عندنا بتبقى يعني خريج التربية الرياضية جزيرة بتبقى طالبة متميزة، لان البرامج اللي بيتم منح البكالوريوس على اساسها، البرامج دي من اقوى البرامج على مستوى كليات التربيه الرياضيه. ده يعني مش تحيز، ولكن ده من خلال اطلاعي على البرامج الاخرى لجميع الكليات. فاحنا بنعتبر الكليه الام من اوائل الكليات في مجال التربيه الرياضيه، احنا واسكندريه، وبعد كده تفرعنا لغايه ما وصلنا الحمد لله دلوقتي على مستوى الجمهوريه لعدد لا باس به من الكليات. وصلنا ل 27 كليه عندنا بنين وبنات في القاهره وفي اسكندريه وفي جميع المحافظات اللي فاتحه برضو عندها كليات للبنين والبنات وخريجينها. ما شاء الله يعني سوق العمل متعطش لهذه الفئه من الخريجين، وخاصه ان اتجاه الدوله دلوقتي بقى كله الصحه او الرياضه من اجل الصحه اقصد. فالرياضة من أجل الصحة ده هدفنا إحنا كمان وهدف الخريج عندنا، بجانب كمان اكتشاف المواهب والتدريب، المجالات التدريبية بقى للفئات والبراعم في كل الأنشطة الحركية والرياضية. بالنسبة لتخصصي، بالنسبة للجمباز الإيقاعي والجمباز الفني، فده طبعا من أنجح التخصصات لاكتساب البراعم والناشئين فيه. بيبدأ من حوالي سن 4 سنين، الممارسة فيه بتبدأ من سن دون. بتحتاج طبعا لعدد ساعات في اليوم تدريب كتيرة، بنحاول يكون البرامج بتاعتنا اللي بتقدم لهم التدريبية برامج شيقة لدوام الممارسة. طبعا لينا بطولات بتبدأ من 6 سنين و7 سنين، وبعد كده بتتصعد هذه البراعم أو هذه الناشئات إلى وصولها للفريق الأول، وبتمثل في بطولات الجمهورية. وبعد كده الحمد لله احنا لسه منتهيين من بطولة كاس عالم وتنظيم بطولة كاس عالم للمرة الثالثة في جمهورية مصر العربية، وكانت من أنجح البطولات.
احنا بنكلمكم النهارده عن برامج الدراسات العليا اللي موجوده في الكليه بمختلف مراحلها، دبلوم، ماجستير، دكتوراه، وفائدتها بالنسبه للمجتمع الخارجي. طلاب الكليه بيتهافتوا ان هم يدرسوا ماجستير ودكتوراه لتنميه قدراتهم، وان هم يطلعوا مؤهلين لخدمه المجتمع. وده شيء مهم جدا ان احنا الابحاث العلميه اللي بتتعمل تكون مفيدة للمجتمع، نتائجها لازم توصل للمجتمع الخارجي بمختلف أشكاله. ميزة كلية التربية الرياضية إن هي بتخدم فئات عديدة جدا، من الطفولة للكبار السن، بتخدم فئات خاصة، بتخدم من مختلف المجالات، منها مجالات الطرق التدريس، الناس اللي بتدرس في المدارس، ايه احدث المستحدثات المستخدمة في طرق التدريس، انه يبقى المدارس هي التفريخ الاساسي للاعبين، وده المفروض ان الدولة بتسعى ليه، ويعني الرئاسة بتهتم جدا بالرياضة، اهتمام الرياضة بالصحة العامة، وده توجه دولة أيضا. ده كله بيدرس بحيث يطلع بأفضل النتائج اللي تخدم المجتمع. الباحثين بتوعنا كمان بيطلعوا بيشتغلوا في مختلف أماكن، ما فيش حد مننا ما بيتعاملش مع مدرب في النوادي، ما بيتعاملش مع مدرس تربية رياضية، ما بيتعاملش مع إداري في النادي اللي مشترك فيه، ما بيتعاملش مع مركز شباب ورياضة، كل خريجين تربية رياضية. بنتعامل كمان، احنا عندنا برامج خاصة بالتغذية الرياضية والتأهيل الرياضي والصحة الرياضية العامة. كل ده بتسعى الكلية ان هي تطلع ناس مؤهلة تشتغل في المجتمع وتفيد المجتمع بالنتائج اللي بتسعى بيها. وبنسعى ان احنا بنغير اللائحة بتاعتنا، بنحدثها في الوقت الحالي بمستحدثات العالمية في التدريب وفي الوصول للبطولة، قطاع البطولة، قطاع اللي احنا عايزين نوصل بيه لأعلى مستويات، من أجهزة، من طرق تدريب، من فيسيولوجيا رياضة، من صحة رياضية. كل الاتجاهات دي بتبقى بتدرس في مراحل التربية الرياضية بالعشر أقسام العلمية اللي موجودة في الكلية بشعبها المختلفة، واللي بإذن الله تفيد المجتمع وتكون تدي عائد وطفرة في الرياضة في مصر، سواء الرياضة المختصة بالرياضة الصحة العامة أو القطاع البطولة. كمان إحنا الكلية في صدد إن هي تغير اللائحة، سواء مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا. حابين يتعامل برامج باللغة الإنجليزية بتواكب سوق العمل، يبقى فيه بروتوكولات وشراكة، ممكن الشهادات بتاعتنا تعتمد من كليات بالخارج، وده طبعا بيعود على الدراسات العليا. الدراسات العليا في برامج خاصة بتفتح خاصة بالأشياء الترند اللي موجودة في المجتمع، سواء تغذية الرياضيين، سواء الصحة الرياضية، الإدارة الرياضية، الإعلام الرياضي، السياحة الرياضية، الطرق تدريس بالنسبة لبرامج التدريس المختلفة، أو تطوير مدرس التربية الرياضية، إنه إزاي يوصل للطالب يعني يتعامل مع كل طالب كحالة خاصة، يقدر يطلع أفضل ما في الطالب بحيث يوصله بعد كده لحبه للرياضة، ويوجهه إزاي هو، لأنه مش كل الناس، إحنا بنتكلم على جمهورية مصر العربية من إسكندرية للصعيد، فإحنا مش هنتكلم على القاهرة أو إسكندرية فقط، إحنا بنتكلم على جزء بتاع جنوب مصر، جمهورية مصر العربية، الصعيد، كل ده بيطلع منه مواهب عديدة جدا. المهم ازاي تكتشف وازاي توجه، ده مهم جدا. البرامج دي بإذن الله في صدد ان هي في منها اتفتح، وفي صدد دراستها واخذ الموافقات الخاصة بيها، فبإذن الله تكون مواجبة لسوق العمل ومفيدة للمجتمع المصري بإذن الله.
داخل الكلية بنشتغل على طالباتنا وعلى الموظفين والإداريين والأساتذة زمايلنا وبناتنا المعيدات، إزاي نغير العادات بتاعتنا لعادات تتماشى مع مشاكل التغير المناخي، العادات السليمة في إن احنا نقلل استهلاك البلاستيك وحادي الاستخدام، إزاي ننشر ثقافة فصل المخلفات، يعني البلاستيك يتحط لوحده، المعدن لوحده، كل مادة من دول تحط لوحدها، بحيث يحصل عملية إعادة التدوير. زي الورق بيتفرم ويتحط في عجينة الورق فيتعمل منه ورق تاني، فما يكونش فيه هدر خالص لموارد الأرض. ودي حاجة مهمة جدا ان احنا نربي الجيل الجديد او الطلاب بتاعنا على المحافظة على البيئة. ده هدف من الأهداف المهمة. في أهداف تانية خاصة بالزراعة، وازاي نحط ثقافة الزراعة مع الظروف الاقتصادية احنا فيها. لو كل واحد حط في بلكونته شجرة ليمون وشجرة كذا وشجرة كذا، فبقى عنده ممكن يزرع طماطم، يزرع مختلف الحاجات اللي ممكن يستخدمها من البيت، سواء في السلطة سواء في الفاكهة. ازاي بنعلم البنت وأسرتها ودكاترتنا وأطفالهم وولادهم ازاي يكون عندهم ثقافة الزراعة؟ يعني كل حد عنده بلكونة، عنده شباك، يقدر على الشباك ده يحط بهات كبيرة ويزرع فيها حاجات يستخدمها في البيت، زي حاجات بسيطة جدا بتتزرع زي الطماطم والفلفل، زي شجرة الليمون صغيرة. دي بيكون لو عنده بقى روف بنعمل awareness sessions ازاي يزرع الروف وازاي يبقى بأقل استهلاك للمية، يكون عنده منتجات، وده بيساعد في حل بعض المشاكل الاقتصادية اللي احنا فيها. وازاي يستخدم كل حاجة موجودة عنده في البيت، مفيش حاجة بتتهدر. زائد بقى ان موضوع الزراعة ده، ان احنا نقول في حملة انا زرعت، كل حد في مكانه في بيته في جنينته في شارعه بيزرع شجرة، ممكن تكون شجرة عادية ظل، فدي بتساعد على تنقية الجو من التلوث، وكمان ممكن تكون شجرة مثمرة، فالناس اللي مرة في كل حتة يكون عندنا فرصة ان مفيش حد، اي حد يبقى جعان هيلاقي برتقانة، هيلاقي كمثرى، هيلاقي في فاكهة سهلة الزراعة. ودي طبعا مع خطة الدولة في رفع الوعي عشان موضوع الاحتباس الحراري، وتمشيا مع اهداف مؤتمر المناخ، والعالم كله ماشي في الاتجاه ده ان احنا نزرع وان احنا نحافظ على موارد الارض. فاحنا بنربي الطلبه عندنا على المبادئ والقيم دي. في اجزاء تانية خالص في البيئه بنعمل لهم بقى ورك شوب مختلف ودورات تدريبيه تاهلهم لسوق العمل. حاجات ملهاش علاقه بالرياضه وعلوم الرياضه، يعني في كليه بتدرس تشريح، فيسيولوجي، علوم مختلفه، باي ميكانكس، كل العلوم دي اوكي، بس في علوم تانية او مهارات تانية بتعوزها، زي ازاي تقعد في انترفيو، ازاي تعمل السي في، مهارات الحياه بقى، مهارات الشغل، ازاي موضوع مواجهه الازمات والكوارث. في بارالل ده عاملين توعية للطالبة في موضوع الكوارث، يعني لو بعد الشر لو حصل حريق تعمل ايه. بنعمل نماذج للإخلاء، يعني برضو بنعمل تجارب إخلاء، يعني الجرس يرن والبنات يشوفوا هينزلوا منين، ازاي ينزلوا في هدوء، ازاي فين اماكن التجمع. بنعمل ورش صغيرة برضو عن كيفية الاطفاء، يعني البنت بعد الشر حصل حريقة وفي طفاية، طب ازاي تستخدمها، فهي ما عندهاش النو هاو. الستاف اللي عندنا العمال الاداريين كل واحد عارف كل مكان مين المسؤول عن المكان، مين اللي بينزل الناس، مين اللي بيتم مع الناس، مين اول واحد بيتحرك يجري على الغاز ويفصله، الكهرباء ويفصلها عشان نقدر نسيطر على اي بعد شر مشكله او حاجه. وده طبيعي ان احنا ندرب اولادنا على ده. نيجي للجزء الخاص بالكليه كخدمه مجتمع. احنا بنفتح الكليه للمواطنين اللي ما عندهمش فرصه، ما عندهمش نادي، ما عندهمش مركز شباب، لا الكليه بتوفر ده. بنفتح حمام السباحه، بنفتح الملاعب، بنفتح القاعات والصالات، برامج مختلفه للمراه وللاسره ككل، ننمي بيها صحتها وتلعب الرياضه اللي بتحبها. في حاجات خاصه بالمستوى البطولات، في حاجات خاصه بالصحه العامه. فده طبعا بيساعد المجتمع انه يحافظ على صحته، وان انا احافظ على الصحه اهم من انا بعد معايا اشوف انا هعالج نفسي ازاي. مش الاغلى، بل بالعكس هو حاجه اسهل. ازاي اللايف ستايل الصح، ازاي العب رياضه، ازاي احافظ على صحتي، ازاي اكل صح، كل الحاجات دي بنزرعها في البنات وهما بقى بينقلوها للمجتمع، سواء لعيلاتهم او الطلبه عندنا بينزلوا مدارس في التدريب السنه الثالثه سنه رابعه، بينزلوا تدريب ميداني في مدارس، ازاي يوصلوا الرسائل دي، ازاي العروض الرياضيه بتاعتهم يكون ليها توبيك خاص بالبيئه،
يعني بتعمل عرض خاص عن المحافظة عن المية، عن التشجير، خاص بالعادات الصحية السليمة، ازاي ناكل صح، ازاي نغسل سناننا، كل عادة انا عايزة ازرعها في طلبة المدارس ممكن اوصلها من خلال الطلبة عندنا في الكلية يوصلوها للمجتمع. في جزء تاني خاص بالمنح، في منح وفرص داخلية في مصر وفي فرص ومنح خارجية. بنعمل اكتر من وركشوب عشان نعرف البنات ازاي تقدم في فرص، ممكن تكون لطالبات الاندر اللي هي طالبات من اولى الرابعه، ممكن تكون لطالبات الماجستير والدكتوراه، ازاي تسافر بره تعمل رسالتها في الماجستير او الدكتوراه او ابحاث ما بعد الدكتوراه، فهي عشان تعرف ازاي تقدم الفرص، تتعامل معاها ازاي، ازاي تعمل السي في، ازاي تاهل نفسها في اللغه، كل الجزء ده بنتعمل سلسله ورك شوبس علشان الطالبه تبقى عارفه او الدارسه في الدراسات العليا تبقى عارفه ازاي التقديم وايه الفرص. واول ما بيجي بتفتح اي فرصه او اي كول مباشره بنتعامل مع مكتب العلاقات الدوليه علشان نساعد اولادنا ان هم يقدروا ياخدوا الفرص دي، والفرص دي تنافسيه كده كده، فلازم تكون البنت عندها مهارات تتميز بيها عن الاخرين المقدمين، ناس كتير بتقدم فازاي ياخدوا اولادنا. وعندنا شراكات مع اكتر من جامعه بره في المانيا وفي هولندا وفاتحين دلوقتي مع اليونان، ازاي نساعد بناتنا وازاي نساعد في تطوير مناهجنا تواكب التطور الرهيب اللي حاصل في العلم، احنا بنجري والعلم كل يوم في جديد، فازاي مناهجنا تتطور وازاي طلابنا يتطوروا بحيث يواكبوا التطور الضخم اللي حاصل داخليا في المدارس الحكومية أو المدارس الدولية، وخارجيا سواء في فرص العمل المختلفة في الخليج أو فاتحين بقى مع يوروب وأمريكا وكندا والعالم ككل. فده جزء مهم جدا إن احنا نأهل بناتنا. في الجزء الخاص بالخريجات، ازاي انا كوحدة متابعة الخريجات بقدر اساعدهم، اقدر اعمل لهم يوم عادي، اليوم طبعا التخرج العادي نعمل ملتقى للخريجات، بنجمع كل الخريجات من كل الدفعات، ازاي نعمل لهم فرص توظيف محترمة، فرص تدريب محترمة، ازاي الزميلة اللي اتخرجت وبقالها مثلا 20 سنة متخرجة وعايزة تشتغل من البيت، ازاي نفتح لها فرصة تدريب مثلا زي الاي ماركتينج اونلاين في المجال الرياضي، هي كده بتعمل حاجة اسمها شيفت كارير، فتقدر من ده تشتغل من بيتها على الانترنت على اللابتوب، تقدر تشتغل وتحقق دخل لنفسها، ويبقى في كده نوع من انواع الومن امباورمنت، يبقى احنا قدرنا نعمل لها سبورت في التدريب وفي التاهيل، وسبورت مادي ان يبقى عندها فرصه عمل من بيتها حسب ظروف بيتها وظروف حياتها، مش شرط كل الناس تنزل وتروح جيم. بنساعد اللي بيروحوا الجيم وبندربهم، بنساعد بيروحوا المدارس، بنساعد التخصص الخاص بالاداره الرياضيه او لكن برضو في وظائف جديده خالص زي التسويق الالكتروني او التسويق الرياضي وزي الاعلام الرياضي وزي في مجالات كتير بتتفتح، بنعمل مجموعه من البرامج الخاصه اللي تغطي سوق العمل واحتياجات العمل في التخصصات الجديده اللي السوق طالبها.